ليلة مليانة محبة وسلام، عنوانها الفرحة والبهجة في كل مكان، يعني الشوارع كلها مليانة احتفالات جوه الكنائس وبره الكنائس بعيد الميلاد المجيد. احنا مستمرين مع حضراتكم في متابعة احتفالات المصريين بليلة عيد الميلاد. دلوقتي بينضم لنا كريم بيبرس، مراسل التلفزيون المصري، موجود في كنيسة السيدة العذراء مريم بمصرة في منطقة شبرا. يا كريم مساء الخير عليك، وكل سنة وانت طيب، ان شاء الله سنة سعيدة عليك، ويعني عايزين نعيش معاك الأجواء الاحتفالية. كل سنة وانت طيبة يا دير، وكل سنة وكل الشعب المصري بخير وناس بتعيد الميلاد المجيد. يعني واحنا بنتكلم دلوقتي الحقيقة فعلا هنا من كنيسة السيدة مريم العذراء بمصر، انتهت بالفعل صلوات القداس وبدأ الشعب الكنيسي خلاص ان هو يخرج دلوقتي عشان يتم عملية التناول هنا، وده جزء من الصلوات والاحتفال بعيد الميلاد المجيد. يمكن الساعة 7 تقريبا ابتدت بالفعل الصلوات هنا بالعشية، وبعد كده تلاها صلوات القداس، وفي وسط صلوات القداس بتبقى موجودة العظة الخاصة بالحضور والمحتفلين بعيد الميلاد المجيد داخل الكنيسة هنا في كنيسة السيدة العذراء مريم بمصرة تحديدا في شبرا. يمكن في حقيقة في نقاشي النهاردة مع الموجودين النهاردة المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، يعني اتكلموا عن قد ايه هم بيقضوا يوم سعيد ويوم جميل وسط العائلات، وسط عائلاتهم، وسط اصدقائهم الحقيقة في الكنيسة، وبيصلوا مع بعض وبيجتمعوا مع بعض وبياخدوا الصور التذكارية مع بعض، وبيتحضروا كمان بعد الصيام تقريبا 43 يوم ان هم خلاص يعيدوا لحد يوم 7 يناير. طبعا بيفضلوا صايمين، والنهارده بيصلوا لحد الساعه 12 بالليل، وبعد 12 بدقيقه بالظبط بيبدا 7 يناير وهو عيد الميلاد المجيد، وبيفطروا بعد ما كان صيام نباتي، بيفطروا بس اكل نباتي، يبتدي اكل اللحوم، والطاولات بتتملي بقى بكل ما تشتهي بقى الانفس من لحوم وغيره، بيبقى يوم جميل جدا بالنسبه لكل المحتفلين. يمكن الكنيسه كمان النهارده اللي احنا فيها من شبرا كنيسه فريده من نوعها، هي الكنيسه الاولى والاقدم الحقيقه في شبرا من 1924، وتم اول صلاه فيها عام 1925، برغم ان الكنيسه ساعتها ما كانتش اكتمل بنائها، ولكن كان اول صلاه 1925. الحقيقه اتكلمنا كمان مع المحتفلين النهارده والمصلين في الكنيسه، وقد ايه هم بيرسلوا رسائل دايما سلام ومحبه، مش بس بينهم وبين بعض، لكن كمان للشعب المصري كله، كمان للعالم اجمع، ان احنا هنا من مصر ومن الكنائس بنصلي لربنا، وكمان بنبعت رسائل سلام ومحبه للعالم أجمع. كمان الحقيقة المختلف ودايما هنا وسط الناس هي مش بس التجمعات، لكن انه الحقيقة الكنيسة على مساحة اكتر من 1000 متر تقريبا بتشيل ما يقرب من 800 شخص من كتر المصلين والمحتفلين والاهالي. يمكن اكيد انت شايفة يا هدير قد ايه الزحام ورايا، قد ايه العائلات موجودة مصممة ان هي تيجي، برغم انه الكنيسة كلها اتملت، وبرغم انه مفيش مكان جوه، كل الناس حواليا اهي موجودة بره، العائلات كبار السن، الشباب الصغيرين خالص، السيدات، الرجال، الأصدقاء، كله موجود بيحتفل النهاردة. قضوا خلاص الطقوس كلها وانتهت الصلاة، سواء الصلوات والألحان المختلفة، وخلاص بيستعدوا ان هم يتوجهوا لبيوتهم عشان يتجمعوا التجمعات العائلية، ويستعدوا اليوم بكرة يوم جديد، يوم ميلاد ويوم عيد، عشان يحتفلوا زي ما قلنا اما بأكل اللحوم بعد صيام طويل جدا، او حتى ان هم ابتدوا يخرجوا. طبعا بكرة اجازة رسمية وفرصة كبيرة جدا للاحتفال بشكل عام للأصدقاء والعائلات. والآن عودة ليكي مرة ثانية يا هدير. شكرا ليك يا كريم، ويا رب دايما كل البيوت المصرية عمرانة أفراح وأعياد وحب وسلام، وده المهم الحقيقة، إنه إحنا دايما مسلم ومسيحي أعيادنا واحدة وأفراحنا واحدة، ودايما نفضل على قلب رجل واحد.